الى الان. جزاك الله خير يا دكتور، واجبت وكفيت الوفاه، ربما حتى اجبت على يعني المعوقات والصعوبات والتحديات وايضا المعالجات في نفس الوقت، فالله يكرمك. سؤال اخر ربما يدور ايضا في ذهن كل من اراد ان يعمل في هذا المجال، هو كيفيه تطوير العمل اللغوي. احيانا الانسان سبحان الله له قدره ورغبه وإصرار وعزيمة وكذا ويؤسس العمل وينطلق فيه، وبعد فترة يصير نوع من الكسل، ليس الكسل ولكن يعني نتيجة الروتين والاستمرارية في أداء، يعني يكون التكرار إن صح التعبير، تجنب التكرار وكذا، فيصبح نوع من الملل وما ينعكس على جودة الأداء في العمل. فكي المخرج من هذا الأمر هو في الغالب طبعا زي أي مؤسسة أخرى هو قضية التطوير. فكيف يمكن للإنسان أن يطور عمل يعني إغاثة، يعني ينتقل به من عمل بسيط إلى ما شاء الله مثل تجربة الدكتور هاني ربنا يكرمه. فموضوع التطوير هذا يا ريت لو يمكن أن تعطينا عليها تجربتك أو يعني تفيدنا. جزاك الله خير. التطوير هو صنع ايضا من صنع الحياه. هو صنع من صنع الحياه، لا نستطيع العيش بدونه، لان التغيير دائما يعني شفت قد عاقب الفصول، الصيف والشتاء والخريف والربيع، الليل والنهار، الميلاد والموت، الفتوة والرجولة والقبولة، كل هذه متغيرات في الحياة. الإنسان الذي سيكون راتبا أو تقليديا في جمعيته، ستصبح جمعيته خارج السرب، تغرد خارج السرب. فلا بد أن التطوير يحدث من الداخل ويحدث من الخارج، ويكون جزء من منهج إدارة المؤسسة، بمعنى ألا نعطي عقود أبدية للناس لكي يعملوا، قد يأتي إنسان ونوظفه وكان يكون صالح لوقت معين من الزمان، لكن بعد 5 أو 7 أو 8 سنوات لا يكون صالح، لأن البيئات لم تختلف. إن أردنا أن نبقي عليه فلنجد في داخل المؤسسة إدارة للتدريب الدائم لكي ننمي قدرات الشباب في الداخل. أن نعتمد في التطوير على الشباب والنساء بالإضافة إلى الرجال، وبدون وجود هذين العنصرين داخل أي جمعية من الجمعيات، نجد أن التطوير يصبح من الصعب عمله. إننا سنجد أن أعضاء الجمعية كلهم ما فوق 60 أو ما فوق 70 أو ما فوق 50، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين المجتمع الذي 70-80% منه شباب ونساء. فلابد إشراك الشباب والنساء، لأن الشباب فيه الطاقة الدافعة للمحافظة على مسيرة الجمعية. لمدرسة أن تلتحم القيادات العليا للجمعية أو قدراء الرؤساء، وتستمع لآراء الموظفين الصغار، أن رب صغير له من الفكر فكرة تسبق عقل الكبير الراشد. يكون في دورية كل شهر كل شهرين لقاء، يكون في تواصل اقتراحات إلى آخره. فإن أردنا أن نطور، لابد أن نضع الثقة داخل أفئدة هؤلاء اللي هم المنظفين والطباخين والسائقين وصغار الموظفين والشباب الذي يعمل في الجمعية، لأنهم سيضيفون إلينا إضافات ليست في فكرنا على الإطلاق. نشجعهم ونستفيد من عقولهم وخبراتهم. التدريب الدائم، التعلم من الآخرين أيضا، لماذا سبقتني هذه الجمعية؟ ولماذا هي مقبولة لدى الجميع وأنا لست مقبولا؟ فلدى
لذلك علي أن أحدث الإصلاح الداخلي. الأمر الآخر اللي هو التصرف في المال بحكمة وعدم إهدار والمحافظة عليه. التطور أيضا أننا نعمل بنك الأفكار، نضع كمان الأفكار، نساعد في وضع أفكار كل الموظفين وكل المتطوعين للبنك المتكلم عنه. الأمر الآخر نشجع لمنظومة التطوع ونستفيد من الفئات العمرية المختلفة ونجعل المتطوع يعتبر ركيزة مهمة في بناء المؤسسة وفي طرح أفكاره وأفكاره عن المؤسسة والأخذ برأيه في مجالس متخصصة. نعم التطور أيضا نجمع لنا مجالس الناصحين والاستشاريين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها القوم. هذه المجالس قد يكون فيها كل طوائف المجتمع من نساء ورجال وشباب وشيوخ من مسلمين وغير مسلمين من اتجاهات مختلفة وتيارات مختلفة وأفكار مختلفة. هذه تعمل منظومة لحماية الجمعية من الداخل ومن الخارج وتطرح بعض الآراء للتفكير للتطور. ويكون في هذه المجالس التخصصات مختلفة، المحاسبين، الاستثماريين، الإعلاميين، القانونيين وإلى آخره، يعني الرياضيين إلى آخره. كل هذه الأشياء نحن وضعناها سنستفيد، والاستفادة من خبرات الآخرين هو الركيزة الأولى للتطور. يعني إحنا كنا بنعمل يعني العمل الرتيب اللي إحنا بنعمله كل سنة زي رمضان وضاحي وكذا 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 لابد أن يتغير. مثلا كنا زمان في الماضي في شهر رمضان بنعمل إفطار، كنا بنطبخ إيه للأكل للناس وجبات سخنة، ثم حولناه بعد ذلك إلى صندوق أو طرد غذائي وزع على الناس، ثم الحق الشخص أن يحصل على هذا الطرد لكي يستفيد منه هو شخصيا. الأضاحي مثلا بدأناها بالذبح في 1986، وبعد كده فكرنا في سنة 92 ليكن هناك حيوانات في البوسنة غالية جدا وعمرنا المحافظة على الثروة الحيوانية أننا نحول الذبح التقليدي إلى تعليد ونذبح الذبائح في أيام التشريق، ثم بعدها نوزعها على مدار السنة. أخذنا فتاوى بذلك. في أماكن أخرى زي الشيشان عملنا السجق وعملنا التدليك وعملنا تجفيف اللي هو اللحم الجديد المجفف المملح عشان يحفظوا الناس على مدار الأشهر. تحول مشروع الأضاحي اللحمة مذبوحة إلى سجق أو إلى لحمة مجمدة ترسل للناس، أو الناس حولوها فيما بعد إلى لحم مجفف مملح يأكلوه مع طبيخ بتاعهم. فكرة الذبح التقليدي اللي عم نعملها تحولت إلى كل هذه الأشياء، والأهم هذه الأثمار التي حصلت في التطور هو اللي هو تعليم لحوم الهج لحوم الأضاحي. وعلى ذكر لحوم الهج أصبحنا نأخذ من البنك الإسلامي للتنمية أكثر من 30 أو 40 ألف أضحية وهج كل عام لكي نعلمه ونصير الأخير. فالتطوير بيجي من الداخل، وتفتح الأبواب وتفتح النوافذ، تفتح النوافذ وتفتح الأبواب على المجتمع وعلى الأعضاء وعلى موظفين داخل الجمعية. في شيء آخر من التطوير بيحصل ولما نكبر على التطوير، لما يطلع قانون يجبرك على فتح ملفات
ويطلع هجمة شرسة عالمية بتبرك على تغيير سياسات، أو يحصل إغلاق قصري على المؤسسة في مكان ما. فهنا التطوير بيكون رد فعل لشيء سيء أو شيء مفاجئ حدث، لكن علينا أن نطور أنفسنا قبل أن يطورنا الآخرين. لو طورنا الآخرين أصبح الآخرين هم الاثنين يطورون جمعياتنا، وقد يحيدوا بها أو ينأوا بها عن المسار الصحيح. ده جزاك الله خير، الله يكرمك. شكرا.